عقود طويله مرت منذ اخر تتويج ملكي بريطاني حين توجت الملكة الراحلة اليزابيث الثانية في يونيو 1953، أي منذ نحو سبعة عقود، تغيرت خلالها أفكار وتشكلت مبادئ جديدة ومر العالم بالعديد من المحن، ولا سيما في السنوات الأخيرة من أوبئة وحروب وأزمات اقتصادية، مما أسهم في افتقاد الكثيرين لمزاجهم الاحتفالي، ووسط كل تلك المتناقضات، تأتي مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، تناوئها العديد من التيارات فها هم المعارضون الجمهوريون الذين يطالبون برئيس دولة منتخب وضعوا خطه للاحتجاج في يوم التتويج مع شعارات تقول ليس ملكي والقت الشرطه بدورها القبض على جراهام سميث رئيس حركه جمهورية عشيه حفل التتويج حسب ما صرح احد اعضاء الحركه من ناحية أخرى، واجهت مظاهر التتويج معارضة نتيجة للوضع الاقتصادي الذي تمر به بريطانيا، حيث كلفت البلاد أكثر من 145 مليون دولار أمريكي. فيما تقول الحكومة إن الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن ينعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن. ويامل القاده السياسيون في ان تظهر مراسم التتويج بريطانيا في افضل احوالها وتعمل بطريقه ما على اصلاح موقعها الدولي الذي تضرر بخروجها من الاتحاد الاوروبي كما تصطدم الاحتفالات بمزاج شاب ظهر حديثا في أوساط الأشخاص الأصغر سنا الذين يقابلون مراسم التتويج بفطور ملحوظ واستغراب لمراسم يرونها غير مواكبة للزمن ولا للظروف وعلى صعيد عالمي ظهرت دعوات من بعض الدول بضرورة تقديم تشارلز لاعتذار عن ضروع أسلافه في الاستعمار وتجارة الرقيق ونهب الأوطان